مطالبنا هي مطالب شهداء 9 أبريل، ماتوا من أجل برلمان تونس، يحيوا من أجل برلمان تونس، ماتوا من أجل الفصل بين السلطات، من أجل حماية الحريات، من أجل استقلال القضاء، كل هذه المطالب. حابين نقولوا اللي احنا ماناش نراوحوا في مكاننا، اللي احنا تقدمنا، واللي الثورة ما كانتش حادة، وإنما كانت تتويج لهذا المسار، وأنا نعيش اليوم قوس سيغلق قريبا، للبلاد مهددة بالانهيار، وأبناء تونس من جبهة الخلاص ومن القوى السياسية ومن اتحاد الشغل والمنظمات المدنية، بعد ما رفض قيس سعيد للمرة الألف الحوار الوطني، محكوم عليهم باش يفتحوا حوار فيما بينهم ويعبيه الناس لأكثر مما نعبيه الآن، لأن الوحدة الوطنية هو الحل.